شمرتلكوا لكم ولا يهمني شمرتلكوا لكم البنطلون احنا ما بنخافش الدنيا حر ما بنخافش شو؟ نعم بونسوار بونسوار اني ماستي اني اه اي مني ماستي اللي هي سلام عليكم مساء الخير مساء الخير مساء الفل يا عسليه اني ماستي ماشي بالهندي بقى ارد عليك واقول لك يا عسليه ازاي اني ماستي لا ما فيش حاجه لا بونسوار ما نامينو؟ بونسوار كومون باتو بيان سور شوفي بقى قول لي بقى انا بما ان انا رحت الهند مرتين يا بختك ومنبهر بحضارات وثقافات الشرق الاقصى كله والشعوب دي يا جماعه شعوب حلوه قوي ومحترمه قوي وشاطرين قوي وبتوع شغل قوي 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 وبيعملوا شغلهم عشان شغلهم مش عشان التبس وقبل ما تحكي بس وانا في الهند كنت باجر عربيه الهند بلد رخيصه جدا كنت باجر عربيه تيجي لي الصبح الاوتيل تاخدني الساعه 9 صباحا وترجعني 9 مساء كانت بتلففني نيو ديلهي كلها كنت يعني مش عايز اقول لكم بعمل ايه المفروض ال 12 ساعه دول ثمنهم 9 دولار ساعتها كان الدولار ب 3 جنيه ونص او 4 جنيه فاديت سواق 10 دولار خلاص هي العمله بتاعتها اسمها روبيه روبي فابتدى هيرجع لي قال لي التشينج اللي هتقول لك بالروبي مش قلت له لا خلاص keep ذا change قال لي نو مصمم يرجع يرجع الدولار مم. اللي هو 3 جنيه ونص انت متخيل قلت له لا 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 قعدت بقى هو بيتكلموا انجليزي كويس مم. الى حد ما فقلت له لا انت انا تعبتك طول النهار وكذا 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 ولما كنت اروح في حتت مثلا واخش اكل واجيب له ساندوتش او كده كان مش عايز اقول لك طاير ومصر يرجع الدولار مم. يا عم مهرجه يديك <تفصفيق> <applause> يرضيك <applause> اللي في الاخر اخذ بس يعني بعد اما وثانك يو سير ثانك يو سير ثانك يو سير كده هو. يا خرابي ايه ده؟ ادب جم فالمهم وانا في السفريه دي عجبني حاجات كنت عايز اجيبها واشحنها ما ينفعش تيجي في الطياره لازم تيجي في البحر فمش عارف اعمل ايه المهم كلمت احد الناس في مصر قالوا لا لا اوعى تعمل كده هياخدوا الفلوس مش هيجيبوا لك الحاجه وكذا 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 قلت لهم لا انا واثق في الشعب ده وراي نفسي سافر الهند يتفرج على الكلام ده ورحت دفعت فلوس الشحن البضاعه اللي انا اشتريتها دي والشحن بتاعها كله وقالوا لي هتيجي على كذا وبلا بلا 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 مشيت رجعت مصر وكل اسبوع او 10 ايام شركه الشحن بتاعت الهند م. تكلمني تقول لي هم وصلوا لايه؟ أوه. والمركب هتوصل امتى لغايه ما استلمت حاجتي امانه غير عاديه انا هبعت له لينك للسفير الهندي هبعت له لا لينك لا لا, لا امانه غير انا انبهرت عشان كده رحت لهم تاني في الحقيقه البلد تاني وبقيت مبسوط جدا والسفريه الثانيه كان معايا حبيبه قلبنا كلنا مدام امال جلال امم سافرنا برضو مع اخدتها معايا قلت لها تعالي هفرجك كانت نفسها تروح، قلت لها تعالي بلد ساحرة، ساحرة بشعبها. شوف التالتة أنا ش... ومنامينو بقى. ها أنا لا أنا بس عايز أوصل حاجة، شوفوا الشعب <applause> لما بيبقى بيكرم ضيفه والسايح اللي جاي له والبيزنس مان اللي جاي له، شوفي أنا طالع في برنامج بعد كام سنة أمدح في الشعب السايح. صحيح. دي رسالة أنا بوصلها لأي حد هنا بيتعامل مع سائح. صحيح. ما أنت لما تنصب عليه او تضحك عليه او يرجع. تستقرده هيطلع بره يحكي فهي. ودلوقتي بقى, بقى ان احنا في عصر السرعه والسوشيال ميديا بقى كل الناس بتكتب راحت البلد دي وشافت ايه اهلها تعاملوا معاها ازاي اي 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 احترموهم ما احترموهم ما احترمهمش كذا وكذا وكذا فبجد الف سلام وتحيه للشعب الهندي المحترم وبعدين هناك كل حاجه مصنوعه في الهند ودي حاجه بهرتني فانا ببعت الف سلام وتحيه انا بحب جدا الشعب ده اتفضلي بلغني ايوة جمهور السعيد جمهور شريف مذكور ذو العقل الرشيد نقدر نحكي حكايه الحكيم الهندي, الهندي او نقدر نقول الشرق الاقصى كله يعني بيودين مش بيودين بيعتقد في فلسفه وحكمه الحكيم بوذا في ناس بتقول انه نبي وفي ناس بتقول لا هو راجل حكيم حاجه زي المستنير او المست... هو اسمه كمان بوزه معناها المستنير وان هو راجل حكيم وطلعت منه الحكمه اللي اتبعها كل الناس بعد كده هو اتولد سنه 863 قبل الميلاد يعني عمره دلوقتي في الوجود حوالي 2800 2800 سنه اتولد لابوه كان ملك واتولد مش في الهند اتولد في نيبال نيبال دي كانت وقتها يعني جزء من الامبراطوريه الهندية لأن و... نيبال وباكستان وكل ده كانت كان كلها الهند, الهند. فاتولد لأب غني جدا كان الملك بتاع البلاد وأبوه كان عايزه يبقى قائد عسكري ويقال أنه في علامات بتبقى موجودة في الطفل أو اختبارات كده بيعملوها لولاد الملوك بتبين إذا كان هيطلع عسكري وحكيم ولا رجل دين فكل الاختبارات اللي اتعملت وكل النبوءات اللي اتقالت وقت ولادته انه هيطلع رجل دين ابوه ما صدقش المساله دي وقرر أنه هو هيطلعه قائد عسكري يعني هيطلعه قائد عسكري امال مين اللي هيورث كل هذه الامبراطوريه وبدا ان هو يدربه تدريبات عسكريه جوزه بدري وخلف بدري لحد 29 سنه كان خلف اول طفل وبعدين هجر زوجته وهجر الحياه وقرر ان هو يمشي في البلاد في, الغبات. يعني. في, الغبات. في الغبات البلاد يعني في الغابات في الغابات وفي البلاد يعملوا كلوز على التمثال اللي جنب سوسو ده تمثال يتقشف يعني يتفرج على الناس يشوف مقاس الناس يشوف احتياجات الناس ليه الناس بتتعلم ليه الناس بتجوع ليه الناس طول الوقت في, في ضغينه وفي كراهيه وفي حروب بينها وبين آه بعضها فوصل لعده آه يعني وصل للحكمه او ما يقال عليه آه الحكمه يقال انه كان قاعد تحت شجره التين تين هندي ووصلت آه وصل الى آه الحكمه الحكمه بتاعته تتمثل في اربع تعاليم اسمها التعاليم النبيله الاربع تعاليم النبيله دي بيتفرعوا الى عده تعاليم كتيره جدا اللي هي بتبقى زي سطر مثلا زي مثلا يقول لك ايه انه ياتي السلام من الداخل فلا تبحث عنه خارجا من الخارج آه. مثلا آه دي دي انا بعد اذنك وانت بتتكلمي كده في بعض تعاليم خاصه بيه هنكتبها أه حنزلها ماشي. على على الشاشه اتفضل اذا اذا عاش المراه بحكمه فلن يخشى الموت اللي هو قضى حياته كلها بحكمه ان البني ادمين الحكمه بتاعته تتمثل في انه ايه اللي بيخلي البني ادمين تعيش في صراعات وفي حقد وفي الم وفي احتياج الرغبات الشهوات إذا تخلى الإنسان عن قدر ما من الرغبات ومن الشهوات ومن حب الامتلاك هو سيكون سعيدا لانه لن يأخذ إلا ما كتبه الله له موضوع فاكره انا دايما بقول الموت مش شر ما تخافوش من الموت والموت بالعكس الموت حاجة كويسة يعني انا لان انا قريت التعليم بتاعي دي انا اقتنعت حكمه. بيها. من حكمه من اقتنعت بيها جدا ان الموت مش شر بالعكس أوه. ده الموت آه الواحد لما بيموت بيطلع اخر نفس بصي لي ازاي؟ بينقطع عن الذنوب فهو مش شر كملي آه هو المريضين بتوعه حوالين العالم حوالي 3 مليون في لا، 3 مليار 3 مليار ثلاثة مليار شخص وهم بيتبعوا الديانه بتاعته انا وانا منا كنا بنتكلم فكره ان هم ليه بيعملوا كده هم لا هو دي كده مش بيتعبدوا له هم كده بيحترموا التعاليم اللي هو قالها آه وفي معابد كثيره جدا في كل بلاد العالم حتى مش مش في شرق اسيا حتى دلوقتي في, في امريكا وفي الغرب بقى في تعاليم آه في معابد تخص فكره اللي هو آه بوذا فكره الاضاءه الضعيفه دي اللي هي بتمثل المعرفه وكل ما المعرفه زادت في عقل الانسان فهو بيزداد النور ولكن لازم يتلقى المعرفه بهدوء مش بصخب لان الصخب لن يوصلك ابدا الى المعرفه من تعليم مش من تعليم من, من صميم فلسفه بوذا فكره تناسخ الارواح ازاي انه آه هذا الحكيم لن يموت ابدا لانه يحل في شخص اخر يحمل نفس النقاء بوزه ونفس التعليم ونفس روحه اللي هي قادره على اكتشاف الحقائق وده اسمه الدلاي لاما كل دلاي لاما هو امتداد لشخصيه. بوز. في ناس بتقول ان هو اسطوره ومش حقيقه لكن سنه 1969 في بعثه جيولوجيه واثريه وتاريخيه راحت في نيبال وقعدوا يحفروا يعملوا دلائل وقرائن لحد ما توصلوا فعلا انه كان في في هذا المكان قصر اللي هو هارتا اللي هو بابا. ابو بوزه وبالتالي هو شخصيه حقيقيه هو سالوه هل انت نبي؟ قال لا هل انت قديس قال لا قالوا له ماذا انت قال لهم انا المستيقظ المستنير المستيقظ للحكمه والمستنير بالمعرفه وهو مات عن 80 سنه <applause> انا مبسوط قوي ان احنا اتكلمنا عليه النهارده وانا كمان <applause> آه في ناس ضد القراءه وضد الاطلاع ولو قلنا لهم ايه يعني في ناس ممكن دلوقتي اساسا يكونوا اتفزعوا لما انا قلت انا قريت تعليم بوذا هو ده, ده مش عيب لان انا اصلا انا مسلم هي اول كلمه نزلت على رسولي ايه اقرا اقرا طبعا القراء في كل حاجه ومره كنت قاعد مع شيخ مش هقول اسمه فقلت له انا قريت كل الاديان وكل التعاليم وكل م. حاجه م. وده وصلني ان ايماني زاد بربي وبديني وبكذا وكذا وكذا قال لي اوعى إيه تخلي حد يعمل كده زي ما انت عملت ليه وانا زعلت منه اه قلت له ليه قال لي علشان ممكن حد يقرا كل حاجه يتشتت وممكن حد يقرا كل حاجه فيسيب ديانته قلت له انت اناني قوي لا هو مش فاهم اه قلت له انت اناني قوي قلت له حتى لو حد قرا كل حاجه وساب ديانته هيرجع لها. إيه ده يعلى كده مين؟ دكتور مصطفى محمود. صحيح. هو مفيش حد بيفكر يقرا حاجة مختلفة إلا اللي عقله واسع. أوه. وبالتالي لما يقرا حاجة مختلفة وهو بعقله الواسع هيبقى عنده الأركان الثابتة وكل صح. ما يقرأه معرفة تأثر بيها ونفعته زيك آه تأثر لم يتأثر كأنه قرأ كتاب تسلية وخلص. فطبعا لا هو طبعا أوه. احنا ما شفناش الصور <applause> عشان حطينا التمثال ورونا صور بوذا، ورونا اول صوره دي سو... دي تمثال ده تمثال هو كله تماثيل اه كلهم تماثيل أوه. وهو هو ده في تمثال أوه. في معبد اسمه معبد الربيع معبد الربيع ده اهم المعابد اللي فيها تماثيل بوذا على الاطلاق اه اتهدم ثلاث مرات واتبنى وهو اتكلف ميزانيه ضخمه جدا جدا وهو كمان ضخم في البنيان وحوالي 135 طن فحاجه حاجة للحظة. يعني ضخمه جدا أوكي. يعني. اوكي وهنا برضو تمثال اخر لبوده اوكي في حاجه ثانيه لا آه اوكي ورونا الاخرانيه لو سمحتوا وهنا في برضو تمثال آه، ثالث لبوده سنة بو... 2001 تعرضت تماثيله في افغانستان لل للكسر فاكر انت؟ آه. في تورا آه. بورا اه في تورا بورا آه بالظبط كده طالبان بطالبين بالظبط وساعتها في ناس في مصر كانوا بيطالبوا بهدم تمثال ابو الهول وقالوا لك على الحضاره المصريه القديمه حضاره عفنه ايوه صحيح مع ان اللي بيقول كده ده ما يعرفش ان المصريين القدماء اول من امن بوجود الله الله الواحد الاحد صحيح مم. صحيح شكرا يا سوس العرف. شكرا يا سوس <تصفيق> 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 لا بجد <applause> معلومات طيبة بس هقول حاجة بقى قولي بقى. بوزة ده الفلسفة بتاعته دي من فلسفتي قولي ازاي كانوا ولاد عم يا شيرين قولي ازاي استنى بس <applause> هقول لك اهو <applause> هو ده مش كان بيقول الشهوة وان ما حدش يشتهي حاجة وبتاع وكبر دماغك ايوه انا دايما اقول انسى الهم ينساك وعيش اللحظة يا عم سيبها على الله في حد بصي أنا هقول لك حاجة قول هي الفطرة البشرية أيوة. بتاعتنا كلنا كده كده فاهمة إزاي؟ الحياة والمجتمع هو اللي بيلوث الفطرة البشرية النظيفة قوي اللي ربنا خلقنا بيها بالظبط فاهمة قصدي إزاي؟ نورتينا يا حاجة شوفي وفي هذه المناسبة هسمعكم أغنية لحبيبة قلبي سيمون أغنية مش نظرة وابتسامة نسمعها وبعد كده ناخد فاصل وبعد الفاصل نرجع لكم مع استاذ سالي عمر نشوف الكولكشن الخاصه بيها وخلوني اشكر سوسو ومنامينو ميرسي مزيكا